عدد الفانز بي يكون أقل أيضاً. لكن المبدأ هو واحد، يعني نفس الآلية هي تستخدم هذه، حتى الضغط داخل الكابينة هو تقريبا مساوي أو مشابه للضغط الجوي. احنا شفنا بالمحاضرات السابقة أنه بالاير ديستريبيوشن سيستم احنا عندنا أيضا فانز، فالفانز معناها تدفع هي بضغط مساوي أو قريب من الضغط الجوي. حتى نبدي نشتغل بهذا الموضوع، راح ناخذ أول شيء المعادلة هاي اللي كلكم تعرفوها، اللي هي نطبقها احنا يعني في منطقة ال اللي يعني هي مال انرجي كويشن. نقول بي 1 على رو جي 1 جي رو 1 عفوا زائد في 1 تربيع عباره عن 2 جي زائد زد 1 يساوي البي 2 على الجي بالرو 2 زائد في تربيع 2 على 2 جي زائد زد 2 زائد الدبليو اللي هو الورك على الجي زائد ار في اللوسس. هاي احنا نقدر نبسطها بحيث تصبح عندنا هاي، لان احنا ما عندنا راح تاخذ المنطقة هي بس مجرد من منطقة الفان، يعني من دون الفانس بس دكتنج، يعني بس منطقة التوزيع، فراح يبقى عندنا بس اللوسز زائد ال اف. واذا نرجع نحولها بصيغة التوتال بريشر والرو هي حتكون كونستنت، فنقدر نقول البي نوت 1 يعني هذا التوتال بريشر، صار اخذنا البي 1 ويا الفي 1 جمعناه يعني ستاتيك هيد والفيلوسيتي هيد او دايناميك هيد، بحيث طلعت عندنا المعادله هي بي او 1 على الجي بالرو يساوي ان البي او 2 على الجي بالرو زائد اللوسز. فهاي ايضا راح نشتغل عليها بعد مره اخرى، ان اذا قدرنا نكتبها بهاي الصيغه اللي هي البي 1 زائد رو في 1 تربيع على 2 وتساوي ان البي 2 زائد رو في تربيع 2 على 2 زائد رو جي بالال مال اللصص. فنبسط بعد اكثر او نستخدم المعادله هاي اللي هي بي اس 1 زائد بي في 1، هذا سميناه بي في 1 اللي هو هذا الفيلوسيتي بريشر، وهذا هو الستاتيك بريشر صار بي 1 يساوي لنا بي اس 2 زائد بي في 2 زائد الدلتا بي اف التغير باللوسز. هذا شلنا رو جي ال، شلنا يعني هذا بالمتر هو ال مثلا نقول، فصار عندنا دلتا بي اف. فاذا البي او 1 راح يساوي لنا بي او 2 اذا اخذناها زائد دلتا بي اف. هذا حتى نقدر نسوي مشابه للمعادلة اللي أخذناها هاي بي أو 1 زائد يساوي بي أو 2 زائد ال اف، فصارت عندنا شنو بي أو 1 يساوي بي أو 2 زائد دلتا بي اف. زين البي في ايش راح يساوي لنا؟ هاي اكو عندنا في المعادلة ما بدخلهم تمام المختار بي في راح يساوي لنا الرو مضروبة بال بين قوسين حتى نحول يعني حتى نقدر نلقي قيمة البي في، فنقول الرو مضروب بالفي تربيع على 1.414. هاي طبعا معادلة ماخذيها بال هاي الاشتراك كلها ماخذيه بالفلويد المفروض تربيع، ويساوي ان في 1 تربيع على 1.29 شنو الرو هنا هذا ان باسكال، يعني هذا البي في احنا نجيب بالباسكال، هذا هو الفيلوسيتي هيد. اذا نعرف الفيلوسيتي في اي منطقة معينة داخل الدكت نحتاج نعرف الفيلوسيتي بي، اذا راح يطلع عندنا بالباسكال. ال اف شو يساوي لنا؟ الاف في ال على دي مضروب الفي تربيع ايضا على 2 جي، ايضا هاي احنا ماخذيها المعادله مال اللوسز، وتساوي لنا دلتا بي اف شو يساوي؟ ندخل الرو عليها فتساوي لنا الاف رو ال على دي في تربيع على 2. هذا حتى ناخذ فكره ومراجعه بسيطه. هذا اذا عندنا اير فلو هنا بيمشي بداخل هذا الدكت، فهذا هو التوتال بريشر. تمثيل التوتال بريشر يكون بهذا الشكل، هنا عندنا انخفاض نتيجه الفريكشن اللي يصير بهذا الدكت من هالنقطه لهالنقطه، عندنا هنا اللي يصير به شنو؟ بيصير عندنا منطقه تضيق او يصغر الدكت، يعني بيصير عندنا احنا
يعني conversion بالدكت، فيصير عندنا شويه يعني انحراف شويه بي بالدكت صاعد، وبعدين يرجع ينزل نزول قوي الى هاي المنطقه. ليش؟ هنا السرعه راح تكون اعلى، فالفيلوسيتي راح يكون اعلى، عفوا الفريكشن راح يكون اكبر، فتنزل التوتال هيدنس اكثر بعد. وايضا كذلك بهاي المنطقه عندنا ايضا تحول، احنا هنا عندنا دايفرجن، فايضا راح يظهر عندنا بهذا الشكل، يعني عندنا لوسز نتيجه دايفرجن ولوسز نتيجه الكونفرجن. وكذلك بعدين راح يصير عندنا انخفاض، بس معدل الانخفاض يكون اقل من هذا اذا تشوفون، نتيجه هذا الدكت يكون اكبر. وهذا هو التوتال توتال بريشر، وهذا هو الستاتيك بريشر. فالستاتيك بريشر ايضا راح ياخذ نفس الشكل بس بقيم مختلفه، يعني قيمته اقل. الفرق بيناتهم هذا التوتال هذا الستاتيك هو الفيلوسيتي بريشر. اذا احنا اذا تتذكرون طبعا هذا الحكي مال فلويد، وهذا هو الاتموسفيريك بريشر اذا اخذناه احنا هنا، فراح نطلع احنا بالاتموسفيريك او خلينا نقول الكابين بريشر. احنا نريد نعرف نريد نلقي قيم للدايمتر، فالدايمتر شلون راح نلقي؟ عندنا معادله تخصنا، ان اذا اخذنا اذا حولنا طبعا الدكت تطبيقات داخل الكابين هو طبعا يشابه تطبيقات الدكت بالابنيه، فاذا ممكن نكتب بصيغه الاي والبي، ممكن نبقي بصيغه الراوند دكت. فاذا طلعنا ايكوفالنت الدي ايكوفالنت راح يسوي لنا 1.3 اي بي على اي زائد ان بي اس 5، طبعا هاي على 8 هاي اس 1 على 4. هذا هو قانون لحساب الايكوفالنت دايمتر، هذا قانون لحساب الايكوفالنت دايمتر. انا اشتراكاته ما ننزل فيكم اياه. الدي اتش احنا نعرفه احنا يساوي لنا 4 بالكروس سكشنال اريا على المحيط، ويساوي لنا 2 اي بي على اي زائد ان بي اذا عندنا الدكت وكان مربع. هذا ايضا كان الدي ايكوفالنت للدكت مربع. الدي ايكوفالنت للدكت مربع. المربع والدائري اثنيناتهم هم مستخدمين في تطبيقات الطياره. زين. هسه نريد نعرف شلون نلقي هاي المعلومات. احنا اكو تشارت موجود هسه راح نشوفه موجود عندنا بالمحاضره. بس اريد نعرف شلون نقرا المعلومات هذه من التشارت. احنا اذا عندنا الفيلوسيتي عفوا البريشر لوس او البريشر دروب داخل الدكت، هذا الخط يمثله، وهذا الخط يمثل الفلو ريت. فاذا عندنا بريشر دروب نقدر نعرف نمد الخط هذا منه يمثل البريشر دروب، او عندنا فلو ريت معلومه من يتقاطع منطقه التقاطع مالتهم راح نقدر نعرف الدكت دايمتر اللي احنا نريده، الراوند دكت دايمتر. هذا الخط يمثل الراوند دكت دايمتر، يعني اذا عندنا تشارت هذا الخط يمثل العمودي يمثل الستاتيك بريشر، وهذا يمثل الفلو ريت، وهذا الخط يمثل الدكتس، وهذا الخط يمثل الفيلوسيتي. نحن نعرف كل هالمعلومات من خلال التشارت، لان احنا حساباتنا اذا نريد نعرف يعني ما نقدر نحسب مباشره. اذا عندنا فيلوسيتي انتبهوا، اذا احنا عندنا فيلوسيتي او عندنا كيو فلو ريت وعندنا الفيلوسيتي، ما نقدر نقسم وحده على الاخ ونطلع الديامتر او نشتغل مثل ما نشتغل بالبايب العادي. ليش؟ لان هذا ايكوفالنت، فلازم نروح للتشارت حتى نقدر نحسبه. اوكي. وهذا ايضا عندنا التشارت الثاني يمثل لنا اذا عرفنا الدايمتر احنا هنا عرفناه، نقدر في بعض التطبيقات اذا كان عندنا مطلوب عندنا معرفه ال A والبي يعني ابعاد الدكت المربعه، فاذا اخذنا مثلا كذا خلينا نقول 12.2 هو الدايمتر، اذا احنا ردنا البي خلينا نقول تكون 8 اللي هي الارتفاع مال الدكت، هو في شيء ثابت، فاحنا نختار هذا البي او هو يعطيك اياه بالسؤال احد الابعاد. فانت من لقيت 12.5 تروح على مثلا البي اللي هي 8 هو معطيك اياها، او انت اخترت اختيار خلينا نقول بالديزاين، راح يطلع عندنا البعد الثاني للدكت هو 17.
فهذا التيبل ايضا يوضح لنا شلون نقدر نحول الراوند داكت او الايكوفالنت دايمتر الرجعه او نحوله الى اي يو بي، يعني احداثيات اي يو بي، يعني ابعاد اي يو بي. قبل ما استمر، احد عنده سؤال هنا على هذا الشرح؟ طبعا شرحت لكم الشرح على السريع لانه هو المفروض تاخذيه بالفلويد، بس هذا الجديد مالتنا احنا، خلينا نقول دي كوفلنت وهذا الشارت وهذا التيبل راح نبدا بيه. اكو سؤال شباب؟ هاي المعادلات تذكروها؟ يعني لو تحتاجون تحتاج نعيدها تفاصيل اكثر. ماني قبل ما اروح للفيتنجز اريدكم تعرفون ان هذا الموضوع واضح لكم، فجاوبوني شباب. واضح دكتور؟ تمام. راح ناخذ هسه الاير فلو ان فيتنجز. الفيتنجز شنو نقصد بها؟ نقصد بها الملحقات الموجوده ويا الدكت. يعني عندنا الدكت هو ستريت، بس نحتاج مثلا اذا كان عندنا استداره لوف الدكت يلوف باتجاه معين او ينقسم يتفرع الى فرعين. التفرعات عندنا بها انواع، ممكن تفرعات على شكل حرف واي، تفرع على شكل حرف تي يعني عمودي يعني عدل. عندنا ممكن يكون الاستداره ايضا ممكن يكون بزاويه 90 درجه او ممكن تكون بزاويه 45 درجه. عندنا ايضا الكونفرجن والدايفرجن، عندنا انواع بالكونفرجن والدايفرجن، عندنا ممكن يكون يعني تدريجي او ممكن يكون مفاجئ. عندنا ايضا اللوسز الموجوده من الاوتلت، يعني هذا الموجود فوق راسنا الاوتلت من نجلس، هذا ايضا من يطلع الهواء اكو بي لوسز يتغير من الهواء بسرعه الدكت الموجود الى الهواء بسرعه الغرفه او الـ او الـ او الـ الحيز انت شاغله. كذلك احنا عندنا ايضا اللوسز ممكن تحدث نتيجة لخروج الهواء من الفان، يعني الفان تكون مربوط بها الدكت، فمن يطلع الهواء من الفان من حلق الفان خلينا نقول الى الدكت سيستم ايضا عندنا لوسز. فهذا كله احنا نجمعه نقول الاير فيتنج او الاير فلو ان فيتنجز، اللوسز الموجوده حتكون بالفيتنجز، فنريد نعرفها. عندنا قانون عام هو يساوينا دلتا بي نوت للفتنج، طبعا هذا هنا دلتا بي نوت يساوينا سي او مضروب بالبي بالدي البي سب دي. السي او هو ثابت راح نلقيه من التيبلز، السي او هو ثابت او كوفيشن ثابت نقدر نلقيه من التيبل، والبي في هي نفسها. هاي طبعا غلط، هاي مو بي سب دي، هاي بي سب في شباب، هاي بي سب في ان شاء الله عدل. هو نفس القانون اللي هسه قبل شويه اللي اشتقيناه بالنسبه للبي في. فاذا عندنا السي او كوفيشنت معلوم لاي فتنج معين لعكس لتغيير بال يعني بانقسام للهواء سبليتنج عندنا اللي يصير، فاذا عندنا السي او معلوم وعندنا الفيلوسيتي بهاي المنطقه معلومه نقدر نعرف الدلتا بي جيت اللصص. الفيلوسيتي احنا منين نجيبها؟ اذا عندنا الفلو ريت موجود واخترنا احنا دايمتر منا طلعناه نتيجة البريشر دروب اللي احنا فرضناه، راح نقدر نعرف الفيلوسيتي جيت من هذا الشارت. هسه راح نشوفها تفاصيل اكثر. خلينا نشوف الشارت بعدين نرجع نكمل. هذا هو الشارت مالتنا، راح طبعا راح تكون موجودكم بالمحاضرة، راح نعتمد عليه بالحل. فهذا الخطوط مثل ما قلنا هي الاير كوانتيتي منها اللي هي باللتر بير بير سكند، اللي معطينا اياها معطيناها بهالقد دنسيتي، طبعا معتمدين عليها هي كونستنت نعتمدها احنا هاي الدنسيتي في حل تماريننا، لان التغير بها يكون بسيط، درجه الحراره ممكن تغييرها كبير يكون داخل الدكتنج سيستم. فهاي الخطوط هذا الاحداثي مثل الفلوريت، وهذا الاحداثي هذا شنو الجسم المقلوب عندي شو اسمه
هذا الاحداث يمثل لنا الفريكشن لوس اللي هو البي بالباسكال عفوا على المتر، يعني هو فريكشن لوس لكل متر، فنقدر نقول باسكال على المتر. فاذا يتقاطع عن ذني الاثنين، اذا عندك فلوريت وعندك الباسكال قاعد يتقاطعن، تقدر تعرف قيم الفيلوسيتي وقيم قيمة الدايمتر. هذا خطوط تمثل الدايمترز، الراوند دايمتر طبعا هاي الخطوط، وهاي خطوط تمثل الفيلوسيتيز داخل الدكت بالمتر بير سكند. وهذا ايضا التيبل اللي احنا قبل شوي شرحنا عليه هو نفس التيبل هنا موجود. نكمل. طبعا خل ناخذ فكره عن شلون نحسب اللوسز ايضا هنا قبل ما نجي نعرف شلون نسوي الدكت سايزنج. قلنا هذين هنا الفيجرين، هذا مثلا اذا عندنا خلينا نقول عكس او البو مثل ما انا مسميه، زاويه مالت 90 درجه، هذا اذا كان 60 درجه، هذا اذا كان 45 درجه. فاحنا عندنا هاي الانجلز طبعا هم معطينا اياها، وهذا هو السي او، الدي هو بالانش او الدايمتر حسب انها الوحدات مونتك، المليمترز هي بين قوسين، والانش هي اللي واحد من بين قوسين. هاي قيمها، هاي قيم السي او، اذن هنا قيم السي او. اذا انت تعرف الدايمتر مالتك ايش قد، تعرف الانجل ايش قد، راح تنزل تقرا قيمه السي او بهاي الحاله. اذا عرفت السي او ايش قد، انت طبعا تعرف الدايمتر معناها تعرف الفيلوسيتي، فتقدر تطلع البريشر لوس بالنسبه لهاي الحالات. وكذلك هاي هنا ايضا هاي اشكال مختلفه، انواع هاي مثلا كونفرجن، كان هنا تضيق بيصير. وكذلك ايضا نعرف المفروض عندنا الزاويه مال التضيق. فاحنا عندنا الدايمتر هنا، ما راح ناخذ دايمتر، راح ناخذ اريا، او نفس الشيء هي دايمتر، الاريا هنا على الاريا هنا، او دايمتر على دايمتر، يعني حتروح الوحدات الباقيه فتطلع عندك قيم هاي موجوده ايش قد. هاي الدايمترز انت المفروض محسوبه عندك هسه، احنا نعرف شلون نحسبها من خلال اللوسز الموجوده عندنا. هو اشكال مختلفه طبعا، احنا بالحل راح من نحل راح نحاول ناخذ اكثرهم او فد امثله عنهم. هذا التيبل هنا شي يمثل لنا؟ يمثل لنا الكوفلنت لينث، يعني نحول اللوسز الدلتا بي نوت مال الفيتنجز الى لينث كوفلنت لينث. فمعطينا بعض الحالات وبعض الدايمترز، طبعا مو كل الدايمترز معطينا اياها، معطينا 15 20 25 30 سنتيمتر فقط كدايمترز، ونقدر نسوي انتربوليشن احنا اذا نريد. انا ما احكي لكم دايمترز اكبر، لان احنا يمكن شغلنا ما راح نتجاوز ال 30 سنتيمتر اذا عندنا تطبيقات خلينا نقول داخل الكابينه او بهذا الشكل، يعني خلينا نقول تطبيقات يعني الغرف او المناطق الصغيره. فايضا عندنا البوز، وعندنا ايضا الزوايا مالها 90 45 او 90 مره ثانيه اذا كان هذا متر. المتر شنو فرق عن الالبو العادي بال 90؟ المتر هو هذا شكله حتى نوضح. هذا هو الشكل يكون عندنا متر، هذا شفناه متر ريكتانجولر بهذا الشكل، يعني شكله كلش حاد، مو مثل ما اخذنا هنا العكس بيه تقوس شويه، لا هذا يكون زاويته 90 درجه كامله. هو صح الحركه هي 90 هنا مثلا، ايضا هو يدخل منه يطلع عمودي عليه، وكذلك هنا يدخل بالاتجاه ويطلع ايضا عمودي عليه، لكن هذا راوند يعني بي تقوس، هذا ما بي تقوس. هاي معناته متر، تخاف احد يعني ما يعرف شنو المقصود بها. فهذا التيبل هنا ايضا يوضح لنا شلون نقدر نعرف الايكوفلنت لينث، يعني ماكو داعي بعد نحسب لوسز، هو هذا اللينث نضيفه لللينث الكلي اللي عندنا بالدكت الموجود، نقدر نعرف هو حيكون هو هذا الطول الكلي اللي نشتغل احنا عليه بحساب البريشر دروب
وهذا الفرع هذا البرانش. ونحتاج ليش نحتاج نعرف هذا البريشر دروب؟ حتى يساعدنا بالانس الهواء يطلع من كل منطقه بالداكت سيستم لكل شخص بشكل متوازي، والفان كذلك تكون قادره على دفع الهواء ما يصير بها فيلر، يعني ما تكون السيستم بريزيستنس اعلى من طاقه الفان. فلازم احنا نعرف البريشر اللي تحتاجه الفان حتى او البريشر اللي يحتاجه السيستم حتى نجيب الفان مالتنا وفقا لما ظهر احنا عندنا بال يعني بحسابات الدكت. هسه الحدث اكو شيء؟ اكو سؤال شباب؟ اكو سؤال شباب؟ اكو شيء مو واضح؟ دكتور عاشلك ماكو شيء. هسه نجي الدكت سايزنج، شلون نجي نحسب ابعاد الدكت؟ احنا يهمنا نعرف قلنا بمنظومه التوزيع او ديستريبيوشن سيستم. احنا نرسم لاي اوت، يعني مثلا احنا عندنا مثلا مسار، اللاي اوت شنو نقصد به مسار؟ عندنا الفان معروفه وين مكانها، ونرسم مسار معين للدكت بحيث يمر فوق الاشخاص الجالسين مقاعدهم، اذا كان يعني داخل مثلا كابينه مال طياره، داخل سياره، داخل باص، في غرفه، ايا كان موقع الدكت سيستم، هو نفس المبدا ترى ماكو فرق بيناتهم. نرسم لاي اوت مثلنا وين هذا الدكت دا يفتر وين دا يمر. ورا ما نرسم اللاي اوت نحدد الفلوريت سي اف ام او الماس او المتر مكعب بير سكند او اللتر بير سكند باي وحدات كانت. نحدد كل منطقه ايش قد راح يكون بها الفلوريت مال الهواء اعتمادا على طبعا اللود اللي حسبناه قبل. المفروض احنا حاسبين لود او نعرف مقدار الهواء اللي نحتاجه لتبريد منطقه معينه. فإذا نعرف ايش قد نحتاج هواء حيفوت بهاي المنطقه. فنجي نحط قيم الفلوريتس ايضا على اللاي اوت ونبدا نشتغل، نجي نحن نعرف السايزنج ابعاد الدكت. حتى نعرف ابعاد الدكت اكو طرق متبعه بحساب شلون نحسب الدكتنج سيستم اللي احنا الدكتنج سايزنج للدكتس. فراح نبدا نعرف شلون نحسبهم. اكو عندنا ثلاث طرق. الطريقه الاولى اللي هي شائعه كلش وهي اكثر ملائمه للمنظومات اللي تكون بها الدكتس مو معقده، مو كبيره صغيره، وكذلك يعني خلينا نقول يكون بها يعني سرعه الهواء تكون ايضا واطئه، يعني مو هاي فيلوسيتي، مو الدكت يفوت بسرعه كلش عاليه. يعني الدكت هو يكون دكتنج سيستم شورت صغير، وكذلك تكون بها السرعه مال الدكتس مو عاليه، وضغوطها ايضا قريبه من الضغط الجوي اللي احنا عندنا تطبيقاتنا هي اللي نشتغل بها. اكثر التطبيقات شغلنا هي الطريقه اللي نسميها هي الايكوال فريكشن ميثود هي الاولى، ونستخدم وياها طريقه ثانيه هي البالانس كاباسيتي ميثود. عاده عندنا نشتغلن سوي احنا طريقتين، هسه نشوف شلون هي. احنا صح سميناها طريقه ثانيه بس هي عاده نشتغلها ويا الايكوال فريكشن ميثود عاده، يعني هسه نعرف ليش. عندنا طريقة ثالثة اللي هي الستاتيك ريجين. الستاتيك ريجين هي طريقة تعتمد في بعض التطبيقات الخاصة لما يكون عندي سرعة الدكت، سرعة الهواء داخل الدكت عالية. يعني أنا ما أريد أسوي دكتنج سيستم كبير فأضطر أشتغل بسرعة عالية، فأحتاج أسوي ستاتيك ريجين. ستاتيك ريجين يعني شنو معناها؟ أقدر أني أسترجع ضغط الستاتيك اللي خسرته بالسيستم نتيجة السرعة العالية من خلال تغيير الفيلوسيتي هيد. يعني اغير الفيلوسيتي هيد في مناطق معينه واغير بحيث ارجع احصل الستاتيك اللي خسرته بالدكتنج سيستم. هاي طبعا طريقه شويه معقده وتطبيقاتها جدا نادره وتحتاج الى يعني حلول او ساعات للحل حتى تخلص الحل مال دكت معين. فما راح ندخل بتفاصيلها، راح نكتفي بالطريقتين الاولى والثانيه. طبعا هي اكو بعض طرق هواي بالمناسبه مو بس الاثنين، اكو مجموعه طرق كثيره بحساب الدكت، بس هاي الشائعه هي الاولى والثانيه هي الاكثر شيوعا والاكثر ملائمه ايضا لتطبيقاتنا احنا تخصنا احنا شغلنا يعني بالطياره.
زين هسه راح ناخذ هي الايكوال فريكشن ميثود. شنو هي هاي الايكوال فريكشن ميثود؟ هاي تعتمد الطريقه على يا اما اني ينطيني ليميت يقول لي مثلا الفيلوسيتي بالمين داكت يعني بالداكت الرئيسي الطالع من الفان ما تعبر كذا رقم يقول لي يا هذا الرقم مثلا ما تعبر 3 متر بير سكند ما تعبر 5 متر بير سكند حسب الحاله مالتي فراح يقيدني فيلوسيتي بالمين داكت زين انا عرفت الفيلوسيتي بالمين داكت صار دي معلومه الفلو ريت اعرفه مال الفان ايش قد لان انا اعرف السيستم مالتي ايش قد يحتاج هواء قلنا من اللود من البريشرايزيشن اللي نسويه للكابين اذا قعدنا طياره او اذا قعدنا سياره من كميه الهواء المتولده او نحتاجها حتى نشيل الحمل مال المقصوره فاذا عندنا الفلوريت معلوم وعندنا الفيلوسيتي هو انفرضها الي قال لي هاي الفيلوسيتي تاخذها هلقد لازم بالمين داكت فاذا اروح للشارت هذا اللي شفناه قبل شويه أنا عندي velocity معلومة وعندي flow rate معلوم أطلع أمد الflow rate من أنا يقطع لي الخط ال velocity يعني اللي طالع عندي يعني اللي يعطيني إياه هو كلمة بالسؤال وين أو بالمسألة يعني أو بالديزاين procedure يعني إذا أحتاج لتصميم هذا ducting system وين يتقاطع مثلا تقاطعت بهاي النقطة خلينا نقول هاي الفيلوسيتي تقاطعت وين تقاطعت بهاي النقطة خطوط الفيلوسيتي زين رأسا أعرف أني الدايمتر ايش قلت؟ هذا خط الدايمتر. اذا تقاطعت هنا ويا الفيلوسيتي يعني هذا الفلو ريت ويا الفيلوسيتي قطع هنا هذا الخط بال 30 كفيلوسيتي الدايمتر راسا يطلع عندي هاي قيمته. عرفت؟ واضح شلون؟ فاذا انا عرفت الدايمتر وش قلت عرف وش عرفت ايضا بعد حتى لا ننسى عرفت ايضا البريشر لوس انزل راسا اقرب بريشر لوس. وين تقاطع ويا الفيلوسيتي والدايمتر انزل اقرب بريشر لوس بهاي المنطقه هذا البريشر لوس طريقه الايكوال فريكشن ميثود اعتمد نفسه بديزاين الدكتنج سيستم كله بعد ما غيره البريشر هذا الدلتا بي طلعت عندي كذا رقم اعتبره هذا هي الرقم الثابت باحتساب كل برانش موجود بالسيستم فيا اما اني افرض هذا الدلتا بي او الدلتا يعني الباسكال على المتر خلينا نقول اللي هو البريشر لوس يا اما اني افرضه يا اما هو يقول لي اياه ضمن الفيلوسيتي يحددني فيلوسيتي معينه ليش يحددني مرات الفيلوسيتي؟ ما يريد النوز يصعد اذا كان عنده خصوصا دكت صغير اذا اني بكيفي اختار فيلوسيتي واني بكيفي اختار بريشر ممكن يصعد الدكت ضخم ما يكفي بهذا المكان ممكن يصعد كلش صغير فيعطيني نويز عالي ويصير فايبريشن بالدكت فاكو حدود اكو حدود له احنا عاده ناخذ حدود الدلتا بي على الام بالوحدات الباسكال على المتر او دلتا بي على ال احنا نقول تحديدا بوحدات الباسكال على المتر اخذها ما بين 0.5 الى 1 او احيانا ياخذوها من 0.5 الى 1.5 في بعض التطبيقات هذا الرينج هو تقريبا هو شغال لاغلب الشورت سيستم واللو فيلوسيتي تختاره من 0.5 الى 1.5 بالماكسيموم يعني تحاول ما تعبر ال 1.5 ما تنزل جوا ال 0.5 حتى ليس عندك الدكت كلش كبير هذا طبعا انت تيجي تقرر حسب المحددات مالتك ايش عندك ارتفاع ايش عندك مكان متروك للدكت حتى يفوت به الدكت بداخل الفضاء او الحيز مال الكونستراكشن مال الهيكل او مال التركيبه اللي يمر بها الدكت. فمن فرضته راح اعتمد هذا بعد في ديزاين الدكتنج بشكل كامل. زين البالانس ميثود شنو اللي عاد الفرقه عن هاي؟ هذا اعتمد تو عرفت الديزاين صممنا الدكتنج سيستم. هسه تشوف طبعا مثال. البالانس شنو ميثود؟ البالانس ميثود انا ما في عندي تفرعات. هذا الدكت يتفرع فينطيني برانش بي فلوريت مختلف عن برانش اخر من صاعدي تفرعات البريشر لوس وهذا الفرع الكلي اذا اعتمدت بس الايكوال فريكشن ميثود راح ما يساوي لي البريشر لوس بالفرع الاخر اللي ممكن يكون اطول او قد يكون بفيتنجز اكثر
بحيث الـ equivalent مالته أطول صار من الفرع الأول اللي صار short. الـ equal friction أو عفوا الـ balance method أو الـ balance capacity method أحاول أساوي الـ pressure loss بالبرانش الطويل مع البرشر برشر لوس بالبرانش القصير بحيث يكون عندي نفس ال خلينا نقول نفس الريزيستنس بالدكت. وهذا الحل شو اسوي في حاله؟ راح اضطر اغير الدلتا بي يعني البرشر لوس بالبرانشات المختلفه في الاطوال ما راح يكون متساوي بعد. ليش؟ يعني اعتمدت بالانس للسيستم كله صار. بس هاي ايضا بها محددات، انا ما اقدر انزل او اغير الدلتا بي الى حدود اكبر من الرينج اللي انا عندي هي من 0.5 الى 1.5. ايش اسوي؟ اضطر اخذ اعلى شيء ممكن اخذه بهذا البرانش اللي خلينا نقول المختلف بالال ايكوفالنت واضيف دامبر او اضيف بوابه على هذا البرانش على هذا الفرع حتى تغير لي الريزيستنس، يعني شويه اسدها بحيث تغير لي الريزيستنس مال الهواء بداخل الدكت او البرانش القصير بحيث يكون مساوي لي للشورت بين الشورت وبين اللونج برانشز مال الدكت. المهم لازم احاول احصل على نفس البالانس. هاي العمليه تسمح لي انه كل الشاغلين لهذا الفضاء خصوصا بتطبيقات الفضاء الواحد اللي احنا عندنا تطبيقنا هو فضاء واحد تقريبا اكثر تطبيقاتنا بالكابين هو فضاء واحد باستثناء الكابينه مال الطياره تكون فضاء اخر بس هو فضاء واحد الهواء كله راح يطلع بنفس الحيز بس انا كل الاشخاص الشاغلين هذا المكان يحصلون نفس الحصه. انت صح عندك تقدر تغير الفتحه تسدها او تكبرها من الجريل اللي طالع يمك وايضا انت حزيد الريزيستنس في هاي المنطقه بحيث يوم بعد ما يطلع هواء الى ان تسدها بشكل نهائي بعد تقفل بعد ماكو هواء يطلع بس انت كل ما تضيق الفتحه كل ما تزيد الريزيستنس كل ما الهواء اللي يطلع لك اقل الى ان تغلق الفتحه بشكل تام. بس هذه المساله هي ايضا اني احتاج لين فضاء واحد احتاج ان الكل ياخذون نفس كميه الهواء واحتاج اوازن اسوي نظام مالتي هو يعني البالانس يكون عندي مشتغل بي اني بطريقتين طريقه الايكول فريكشن بالبدايه وبعدين اشوف عندي ايش عندي برانشز اشتغلهم واحد مره ثانيه من جديد اعيد الشغل وياهم بحيث احصل نفس البريشر لوس الكلي في كل برانش في كل فرع من فروع الدكت سيستم يكون تقريبا مساوي لحد ما اكو امور ما اقدر اوصلها من جزء عبر عن ليمت معينه او حدود معينه فاضطر شو اسوي؟ اضيف دامبر او بوابه باللغه العربيه تكون هاي الدامبر موجود بدايه التفرع مال الدكت بحيث يزيد لي الريزيستنس بالبرانش صغير بحيث يكون عندي مكافئ للريزيستنس بالبرانش الكبير او اللونج برانش. طبعا احنا بنقول لونج هي لونج نقصد به ايكوفالنت لينث يعني مع الفيتنجز فيتنجز احولها ايضا الى طول واجمع الطول الكلي يعني ممكن يكون يخدعك الشكل ممكن يكون كطول يعني كمتر الدكت اكثر من برانش اخر لكن به فيتنجز هواي بس مثلا به اربع عكوس او في مثلا تغيير بالمقطع دايفرجن كونفرجن الدكت الاخر يكون ممكن اطول بس ما بيعكس عدل فمن تجي تحسب الاير كوفرنت يطلع هذا الاقصر هو اطول فتعتمد تخلي البوابه مالتك بالدكت اللي هو فيزيائيا اطول. زين فحتى نشتغل بهاي الطريقه راح نقول الـ P نوت ناقص مان 1 ناقص P نوت 2 يساوي دلتا اف ال يساوي لنا اف ال اي على الدي بالفي بالبي في. طبعا شنو هذا؟ حتى اساوي انا الـ P البيات بكل منطقه يعني هذا ناقص هذا حيساوي لي بس اللوسز فاللوسز احسبه بهاي الطريقه. اوكي؟ طبعا هي معادله كلها ترجع للتشارت فيها يعني هذا هو شنو هو دلتا بي قبل ما ابدا بالاكزامبل. احد عنده سؤال؟ زين الشرح واضح فهمتوا شباب؟ زين خلينا ناخذ اكزامبل يجوز يوضح لنا المساله اكثر. عندنا هذا الدكتنج سيستم هاي هنا بلينيوم بلينيوم يعني هو شنو المصطلح بالبلينيوم؟
بالدكتات او بالمنظومات الدكتنج. هو فد بوكس يكون موجود قبل او عفوا بعد الفان وقبل السيستم مالتنا. هذا بعض الاحيان نخليه بعض الاحيان ما نخليه، بس بشكل عام هو وجوده ضروري. ليش؟ لان هو طبعا الهواء يطلع من الفان كلش سرعته عالي، فالفيلوسيتي هيد يكون كلش عالي والستاتيك هيد يكون اقل من عنده. فحتى ارجع اسوي ريجين للستاتيك هيد احط هذا البوكس يبطئ لي سرعه الهواء خارج من الفان ويعطيني ستاتيك بريشر عالي بحيث اقدر اني امتد الهواء مالتي بمسافات اطول. فهاي الفائده من هذا البلوتونيوم. طبعا هو قبل اكو فان، بس احنا قلنا حساباتنا ما ندخل الفان هسه. الفان راح ناخذه ان شاء الله يعني بعد التمارين ان شاء الله ناخذ فان، شلون نسوي سيلكشن للفان معينه ضمن منظومه الدكتنج. ما راح ندخل تفاصيل اكثر بالفان، بس مجرد عمليه السيلكشن. ما راح ندرس البليدز والريش مالتها بتفاصيلها. زين عندنا هذا ايش مطينا؟ يقول لنا التوتال بريشر هنا بهذا السيستم هو 30 باسكال، والبريشر بالاوتلتس الضياع هو 5 باسكال. نريد نسوي له سايزنج، نريد نحسب له السايز مال هذا الدكت. فالهواء يجي بنا طول هذا البرانش مطيني اياه هو 6 متر، يتقسم من هذا التفرع، طول هذا التفرع هو 1.5 من نازل في الاتجاه ويمشي في الاتجاه ايضا 1.5. كمية الهواء بهذا التفرع هي 0.017 متر تكعيب على سكند. يستمر الفلوريت هنا طول 4.6 متر ويساعدنا التفرع الثاني على شكل حرف Y، ينطينا هذا البرانش اللي هو طوله كله 8 متر، والهواء بي هو 0.071. يعني نشوف هذا البرانش هو الهواء مالته 0.071، وهذا البرانش هو الهواء مالته ايضا كمية هواء ايضا 0.071. لكن هذا من تجي تحسب الطول مالته 1.5 و1.5 يعني 3، وعندك اكس 1 وعندك تقسيم هنا بالتي، بينما هذا طوله 8 متر وبي هنا فيتنجز. هذا فيتنجز حركه هنا مال واي، عندي هذا اكس 45، عندي هذا اكس 90، عندي الهواء اللي يطلع هنا بالبوست بالبوتس مال 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 الجريل، فاذا عندي لوسز هنا بيصير. فهذا كله يعطيني يعني يوحي لي انه هذا البرانش قد يكون هو الاطول مبدئيا، لان هذا هنا الثاني ايضا 1.5 ب1.5 ب1.5، من تجي تجمعها ايضا تطلع 3 4.5، وش عندي عكس بس عكسين 45، يعني ما عندي نفس هنا عندنا واي وعكس 90 وعكس 45، فمعناها هنا حتى الفيتنجز هي اكثر والطول هو اكثر من هذا البرانش. اوكي، فممكن يعطيني فد ايحاء انه اني مبدئيا اقرر اقول هذا البرانش اعتبره هو الاطول. طبعا الدكت هو عباره عن هذا المين دكت، نسميه احنا هاي المنطقه نسميها هي المين دكت. هذين برانشز، هذا برانش واحد وهذا برانش الثاني. هاي المنطقه هي ايضا تعتبر مو دكت رئيسي، بس دكت رئيسي لهذين البرانشين. هذا دكت رئيسي للسيستم الكلي من برا الفان، هذا اللي حيتفرع منه برانشين فيعتبر ايضا دكت رئيسي لهذين البرانشين. فيطلع عندي هذا بهالاتجاه، هذا فلوريت بهالاتجاه، هذا هذا فلوريت عندي 0.095 على باقي المناطق. معناها انا عندي هذا السيستم البسيط راح اعرف شلون اني اقدر احسب السايزنج بطريقه الايكوال فريكشن ميثود، وان شاء الله يعني المحاضره الجايه ناخذ البالانس ميثود كمثال، ونحل ايضا امثله اخرى بعد على موضوع الدكتنج. بس انا رديت هاي المحاضره بس حتى شلون نبدي شويه شويه بالمعلومات، ما تنسي عليكم بشكل كثيف الدكتنج. طبعا احنا نعتمد بالحساب، نسيت ان اقول لكم بالحسابات كل الفريكشن داخل الدكت هي تعتمد على المودي تشارت. يعني هاي معادلاتنا اشتقيناها كلها تعتمد على المودي تشارت بالفلويد. فما ادري انتم ماخذين المودي تشارت؟ اي دكتور ماخذين المودي تشارت. تمام. فهي مجرد تطبيق. هاي الحسابات الدكتنج والسايزنج مال الدكت هو تطبيقات
للمادة مال الفلويد ميكانكس اللي اخذتوها انتم بصف ثاني. وشفنا احنا هذا الاشتراك اللي اخذناه هو مبني ايضا على حسابات الفريكشن ومعادلات دارسي اللي اخذتوها المفروض ايضا بصف الثاني كلي. فنرجع هذا الدكتنج مالتنا هو يتقسم من هاي هذين البرانشات الثلاثه. فمعناها اني الهواء هنا كميه الهواء بالمين دكت شنو هي معناتها؟ اجمع ال 0.071 ويا ال 0.095 ويا ال 0.071 هنا الثاني ينطيني الدكت الهواء كميه الهواء بالمين دكت هنا. مجموع هذين الثلاثه هنا هذا السيستم مالتي مجرد ثلاث فتحات. طبعا احنا هذا سيستم بسيط، احنا بناخذ سيستم يعني ضخم وكبير وتقسيمات وفروعات، المسألة تختلف، بس هذا لين حتى نعرف شلون نحل. هنا بالسؤال هو ايش مطيني؟ قايل لي اخذ المين فيلوسيتي هي 3 بالمين دكت، يعني بالمين دكت هي 3 متر بير سكند. حتى ابسط الحل مالتي راح اقسمه، اقول هذا رقم 1، هذا رقم 2، هذا رقم 3، وهذا رقم 4، وهذا رقم 5. يعني المسافة من هنا اطبق عليها 1، ليش؟ يعني التفرع صار وراه. هاي المنطقة الثانية هي 2 اسميها، ليش؟ يعني ايضا تفرعات صارت 2 وراها. ها هي 3 يعني ما بيها بعد تفرع اخر، هي بس هي. وهاي 4 التفرع الاخر، وهاي اسميها 5 الفرع هذا كله. ايضا لان ما بيه تفرع، فصعد المسألة هي اسهل بالحل. فقلنا نحسب الفلوريت بالدكت الرئيسي. وعليه راح اعرف الفلوريت هنا ان اطرح منه 0.071 او اجمع بس دول الاثنين ينطيني الفلوريت بالنقطه 2 او بالخط 2. اثير سد المايك اثير، دخلت هسه اثير تمام. فهذا ينطيني الهواء بالكميه الهواء بالبرانش او بالدكت الرئيسي الثاني هنقول او بالنقطه 2 اللي هو عباره عن 0.095 ويا 0.071 يعطيني هاي الفرق. هذا هنا بعد معروف عندي يعني اعرفه 0.071 ايش قد وهذا 0.095، وهذا ايضا اعرفه الهواء هنا معروف عندي هو 0.071 هو معطيني اياه بالسؤال. هسه شلون نحسب السايزنج؟ عرفنا هاي المعلومات كلها. نجي اول شيء نقول الفي دوت 1 او بالمين دكت بالنقطه 1 هي هاي، نجمع 0.071 مثل ما قلت لكم يطلع عندنا 0.237 متر مكعب على سكند او 237 لتر على سكند، لتر على سكند. وكذلك احسب النقطة 2 يطلع ايضا 166 لتر على سكند، وبالنقطة هاي احولها بس للتر على سكند، لان الشارت مالتي يشتغل باللتر على سكند، فكلها احولها على لتر على سكند. زين هسه وين اروح؟ انا عندي الفيلوسيتي بالمين دكت معلومه، هو معطيني اياها بالسؤال، هو محددني بها، يقول لي انت لازم تعبر الماكسيموم فيلوسيتي مالتك بالمين دكت ما تعبر 3 متر بير سكند، اذا حددني بسرعه معينه. فانا اخذ الفي دوت مالتي بالنقطه 1 اللي هي 273 لتر، والفي 1 بالمين دكت هي 3 معطيني اياها. اروح للشارت احسب الدي ايش قد واحسب الدلتا بي على الام او على ال خلينا نقول. وتساوي لنا هاي عرفناها من الشارت 0.5 باسكال على متر، وهاي يساوي لنا 30 سنتيمتر. ما دام طلع لي 0.5 اذا انا اخذ الرينج المقبول اللي هو من 0.5 الى 1.5، ماكو داعي بعد اسوي اي يعني تغيير او فتشي. طبعا انا شلون اقدر اغير هذا؟ اختار دي. افرض انت اخترت يعني خلينا نقول عندك السرعه مثلا عاليه، او خلينا نقول انت معطيك اياها وهي ماكسيموم 3، فانت يجوز تقدر تاخذ تغير الفيلوسيتي اذا طلع عندك مثلا القيمه مال الدلتا بي على الام مختلفه عن الرينج مالتك، هو ده يقول لك ماكسيموم 3 فتقللها انت تاخذ اقل من عنده بحيث تبقى ضمن الرينج. وطبعا هو المفروض يعني يجي السؤال مضبوط ما عندك به شيء مشاكل. زين هذا الدلتا بي على الام هو شنو قيمته؟ هو 0.5 حسبنا احنا، هذا احنا ايش نعتبره؟ نعتبره ثابت في حساب كل المنظومات. هي ايكول فريكشن لوس ميثود. الفريكشن لوس هذا حسبناه هو بالباسكال على المتر. اذا قيمتنا حتبقى ثابته هذا ما يتغير. لكل المنظومه
لكل هاي المنظومة الدلتا بي هو ثابت، وين ما نروح هو ثابت، فحسبناه هو ايش قد 0.5. زين نجي ناخذ هسه برانش برانش شلون نشتغل به. نقول احنا عندنا 0.5، عندنا V2 او ال V.2 هي 166 بمنطقة 2، وعندنا الدلتا بي على الام هي 0.5. هاي المنطقة، المنطقة من هنا لهنا هي منطقة 2 هاي. فأنا عندي الفلوريت هنا حسبته هذا الفي دوت اللي هو 166. فآخذ ال 166 وعندي الدلتا بي للوسز اعتبرتها ثابتة ثاني بعد حسبتها هي 0.5. أروح للتشارت مرة ثانية أطلع الديش جيت والفيش جيت كفيلوسيتي حتى أعرف الفيلوسيتي مالتي يعني ضمن الرينج بقيت خلص ما عندي اي مشكله. فهذا 25 طلع عندنا الدي سنتيمتر وهاي الفي عندنا حسبناها جيد. اروح على البرانش اخترت اني هذا مثلا الثالث رقم 3 اطلع بدون مدني الاكوفرنت لاني ما حاسب بعدني ما حاسب فيتنجز انا هسه دا احسب بس سايز الدكت عندي فيلوسيتي عفوا عندي فلوريت عندي فريكشن لوس لا طلع بعد الدكت. بروح ايضا على هذا حد جديد 71 لتر وهذا 0.5 يطلع لي الدايمتر 20 والفيلوسيتي 2.4. اروح للبرانش 4 اللي هو هذا برانش 4 هنا عندي الفلوريت شويه مختلف عن الفلوريت هنا هنا عندي 0.95 يعني 95 لتر بير سكند. وعندي ايضا الفلوريت مالته اللي هو 95 افترض نفس البريشر دروب يطلع لي الدايمتر تقريبا نفس الدايمتر لكن السرعه هي السرعه هي اكثر من 2.4 لان الفلوريت اعلى فطلعت عندي السرعه هي 2.6. طبعا شلون يطلع عندي مرات يطلع قريب يعني انا بالضبط طلع لي هذا هنا طلع لي 19 وشويه من الشارت طلعته. فحتى يعني مرات واحد يفضل الارقام الصحيحه يعني خصوصا بالتنفيذ يعني اللي تشتغل ف20 اوكي مقبول يعني الفرق 20 اوكي. فطلع عندي الدكتين هن نفس الشيء بالبرانش البي فلوريت عالي بالبرانش البي فلوريت قليل بس مرات يطلع الفرق اكبر يعني جزء يطلع عندي مثلا 15 فراح اضطر اقول 15 ما اقربه بهذا الفرق الصغير عن الفرق يعني كميه الهواء القليله عن كميه الهواء الكبيره. لكن انا يطلع عندي بالسؤال مالتي بالحل يمكن انتم داش حليتوه ورايا راح اشوف هنا يطلع لك 19 او 19 وشويه فانا قلت اختار 20 هذا طلع عندي 20 مضبوط يعني اشتغلت هذا قبل هذا طلع لي هذا 19 انا 100 قلت 20 هذا اشتغل طلع 20 ثبتت اثنيناتهم يتخلي يكون 22 يكون يعني كتنفيذ وكشغل ابسط يعني ما وانا 19 مو سهل انه تجيب دكت بنقص 1 سنتيم كراوند دكت. المهم فيطلع لك الدايمتر ايضا 20 والفيلوسيتي هي 2.6. زين البرانش الاخير هو نفسه هذا الفي دوت هو نفس الفي دوت 71 والبرشر دروب هو نفسه 0.5 فيطلع لك ايضا 20 بسرعه نفسها اللي هي 2.4. هسه بهيك حاله انا ايش سويت؟ انا عرفت الدكت ابعادك كدي اكوفلنت في كل برانش هذا برانش جيت هذا برانش جيت قيمه الدي دايمتر يعني مالته مال الراوند دكت هذا كراوند دكت اعتبرته مو دكت يعني مربع مضلع وهذا ايضا عرفت الدي مالته وهذا ايضا عرفت الدي مالته. طبعا انا اذا بدي اعرف اي وبي ابعاد اي وبي للدكت ممكن بكل بساطه يا ما هو يعطيك اياها بالسؤال البي اللي هو البينا المفروض بيه الارتفاع مال يعني اذا عندنا هذا الدكت مربع قلنا البي هي هاي المسافه من هنا وهاي هي الاي المسافه الافقيه فيعطيك البي تقدر تلقي انت الاي من السؤال من المثال من الشارت العفو. احنا ليش نحول الدكت مرات من راوند الى دكت مربع او مضلع؟ السبب انه مرات الدايمتر يكون كبير كلش كبير ف احوله الى بي يعني دكت مربع او مستطيل يكون لي اسهل حتى اخلص من الارتفاع الزايد فاخذ فتبيه قليله وازيد العرض
بحيث ينطيني نفس ال يعني نفس خواص الجريان بس بدكت مربع. في حاله انا سويت سيفنج للارتفاع، وفرت من حجم الحيز لشغل الدكت. لكن اذا كان الدكت مو كلش كبير، لا الرينج مالته يعني خلينا نقول مقبول او شغله زين او ما حيسوي سبب لي ضياع كبير بالكونستراكشن، لا ذاك الوقت يعني اقدر ابقى على الراوند دكت. بالمناسبة الراوند دكت هو اكفأ بنقل الفلوريت، يعني كلوسز كضياع وكلوسز بالفيتنجز هو افضل بكثير من الدكت المضلع او الدكت المستطيل. بس مضطرين الى ذاك، عمود نسوي سيفنج بال يعني بالمساحه او بالسبيس المتاح او المتوفر لمنظومه الاير كونديشنينج او الاي سي سيستم. زين هسه انا الحين عرفت الدكت ايش قد، عرفت الابعاد. زين انا هو مطيني بالسؤال اريد اتحقق انه انا هذا شغلي بهالطريقه هذا خلينا نقول صح او مو صح. اجي انا احسب وبنفس الوقت حتى امهد الى احتساباتي بالحسابي بالبالانس. طبعا هنا الدكت هذا البالانس مالته يختلف، بس نشوف شلون هذا البريشر دروب كله يختلف عن هذا البريشر دروب ويختلف عن هذا البريشر دروب. حتى انا لازم اذا اريد استخدم يكون عندي توزيع مضبوط، راح اضطر اغير الدلتا بي هنا او هنا او هنا حسب ما يخدمني السؤال، بحيث ينطيني بريشر لوس ما بين هاي النقطه خلينا نقول وهاي النقطة مع الفان مساوي للبرشر لوس ما بين هاي النقطة وهاي النقطة أو هاي النقطة وهاي النقطة. طبعا كل ما يكون الدكتنج الإيكوفلنت هو الشورتر يعني أكثر من الباقيات بهواية، كل ما يكون عندي صعب أن أحصل البالانس بدون دامبر بدون بوابة. ليش؟ لأن راح يصعب عندي البرشر دروب راح يصعب هواية، يجوز يعبر الحدود المسموح أني بيها إليه، فاضطر لا اضطر اغير اضيف يعني دامبر هنا او بوابه بالاضافه الى تغيير البريشر لوس. اغيره مو ما اغيره يعني، لان البوابه واحده ما تكون كافيه اذا كان الفرق كلش كبير. فاضطر اغير السايز مال الدكت عن اللي حسبته قبل شويه، وبنفس الوقت اضيف البوابه او الدامبر. فسنجي نحسب الال اكوفلنت شلون في كل منطقه من الفيتنجز. راح نعرف الال اكوفلنت لكل منطقه، فاروح بالانتري هنا منطقة الدخول من هذا البلينوم بوكس إلى منطقة الدخول. أكو عندي لوسز نتيجة الانتري، الهواء راح يدخل كله من هذا البوكس إلى هذا الدكت اللي هو أصغر من عنده، وأكو عندي لوسز بالانتري. شلون أحسبها؟ أروح للتابل عندي الدايمتر 30 سنتيمتر أطلعته 9.1. التابل خلنا نجي نشوف أنا وياكم. طبعا ممكن اطلعها منها هاي ماكو مشكله اقدر احسبها منها، بس انا استسهلتها. ان شاء الله بالمحاضره الجايه نحسب من هاي المعادله او من هذا التيبل. خلينا نقول راح نروح هنا راح نشوفون الانتري عندنا هاي الانترنس، وهذا اذا عندنا بالماوث وعندنا او عندنا يعني 90 ديجري اللي هو ابروبت اللي احنا هاي حالتنا، لان احنا ما عندنا بالماوث بالانتري يعني ما عندنا فد بالماوث يصير عندنا فد يعني تمدد او توسع يعني كبير بالدكت ما بين منطقه الدخول ومنطقه الخروج من البلينوم او من الفان الى منطقه المين دكت. فروح على هذا راح ألقي قيمة 30 سنتيمتر، هاي 30 سنتيمتر دايمتر، أنزيد راح ألقيها 9.1 هاي القيمة. فأرجع هنا أكتبها أو شوية التكييف بمسائل كلها charts و tables شوية دوخ. فهنا راح تطلع عندي 9.1 هاي قيمة اللوسز او الايكوفالنت لينث لللوسز مال من مال الانترنس تأثير الانترنس. طلع عندي 9.1 طبعا متر هذا او سنتيمتر حسب الكتاب. زين المنطقة الثانية اللي عندي بها لوسز وين؟ هي ال L بالستريت اللي هي هنا، هاي ال L هنا اللوسز بهاي المنطقة.
لا طلع يعني كل الان يعني من مكان مكان، بعدين اجي احسب لي البرانش الواحد جيد. هاي المنطقه هي بها ايضا لوسز، التي هنا عندي تي، هذا تقسيم تي، القطر مال هذا التي هو اكبر من قطر هذا التي طلع عندي، وهذا التي هنا ايضا هو القطر مالته هو اصغر من قطر هنا. فعندي حركتين، يا عندي لوسز بهالاتجاه اذا كان هو ثرو التي هاي ثرو، او عندي لوسز بهالاتجاه اللي مال هذا البرانش. هذا بالنسبه للتي اسميه هذا برانش، وهذا اسميه ثرو، يعني يدخل خلال او الهواء يمشي خلال البرانش. انا ايش قايل لي؟ هو يقول لي البوتس ار راوند تو ريكتانجولار، يعني عنده هنا دي يحوله بالاخير من راوند الى ريكتانجولار. فراح افرض اني الستريت مالتي هنا او اللي هو الثرو ونفسه مساوي لهذا القيمه كفرضيه، بس ممكن ما افرضها، ممكن ما تفرضها وتحلون. فيطلع عندي دي هنا 25 طلع عندي اني من التيبل من الشارت هنا اشوفه قيمته 25 في هاي المنطقه، واخذ الدي اللي هي 25 واروح للتيبل اطلع القيمه هي 2.4. زين اروح للنقطه الثانيه، خل امشي هيك بهالاتجاه، عندي هنا واي، هذا الواي هم عندي ثرو هنا خلال الواي يمشي، وعندي برانش خلال هذا البرانش. فراح اني احسب، راح اخذ هذا الخط اشتغل عليه اللي اني فرضته اطول، هذا الخط راح اخذه اشتغل عليه بس، راح اترك ذني هسه حتى ما ندوخ بس نحسب اللوسز. راح اخذ هذا الخط، مشيت هنا وصلت هالنقطة، استمر اوصل هنا، ادخل بالبرانش مال الواي، افوت بهذا الاكس 45، وارجع افوت بهذا الاكس 90، واطلع من هنا من البوت الى الهواء الخارجي. فعندي الواي ايضا من التيبل، والديمتر 20 صار عندي هنا، بس اخذه وين؟ اخذه بالبرانش. فراح اروح للواي مال البرانش حتى نتابعه وياكم، انتم حاولوا ترجعون تحلوه ذني المثال هذا ورايا، رقم طلعوه مثل ما نطلع احنا هنا. زين عندنا وين الواي؟ هذا الواي، هذا البرانش، وهذا هو العشرين، هذا خط العشرين، شوف دايمتر 20، هذا البرانش، الواي يطلع 4. زين ليش ما اخذت هذا الواي لفوق؟ هنا عندي كونفيرج، عندي دايفيرج، يعني الواي السيستم ده يصغر وده يطلع الواي بالبرانش ده يصير اصغر الدكت هناك، فاخذت الكونفيرج ما اخذت دايفيرج. نستمر. فعرفت قيمته 4، ارجع للال مال الالبو اللي هو هنا، هذا ال مال الالبو اللي هو 45، هنا قاعد عندي الالبو 45، فراح اخذ يطلع عندي 1.8. منين جبت ال 1.8؟ نرجع للشارت، راح اخذ لكم هذا وبعد ما راح نرجع لانه رايح راجع. 1.8 هذا هو ال 45 ديجري، هذا هو الالبو، هذا 45 ديجري. طبعا هنا ما عندي لا كونفيرج ولا دايفيرج، هنا اكو عندي البو الواي ب 45 وبرانشز وعندي كونفيرج ودايفيرج. الالبو ما عندي بيه تغيير بالدايمتر، يعني يصير بداخل الدكت، مو تقسيم، عندك يعني مهم بين هاي ال 45 وبين هاي ال 45 مال الواي، هاي 45 مال الالبو. فراح اخذ هاي ال 45 اروح على ال 20، هذا ال 20 انزل اقرا الايكوفلنت هو 1.8. زين
فطلع عندي 1.8. كذلك الإلبو الثاني اللي هو 90، هذا الإلبو الثاني اللي هو 90 أيضا أروح نفس الشارت وأطلع عندك اللي اللوسز مالته أو الإيكوفالنت هو 3.1. أروح للبوت أيضا عندي الدايمتر 20 من التيبل نفسه ألقي 10.1 فهمته الإيكوفالنت. زين هسه شو أسوي؟ أجي أجي على هذا البرانش اللي هو يبدي من 1 2 3، هذا المسار 1 2 3. أقول الـ L equivalent مال 1 2 3 شو يساوي؟ L1 زائد L مال entrance، هاي وين؟ هاي هنا، يعني من هنا لهنا بس، اللي هو الطول واحد هذا 6 سنتيمتر 6 متر اللي معطيني اياه هو، زائد الـ L equivalent مال من؟ مال هواء بالانترنس. أنا حاطه بين قوسين شوفوني حتى أميز لكم إياها. زائد L2 زائد L مال الستريت اللي احنا هسه قبل شوي حسبناها بهاي النقطة من تفوت الهواء ستريت داخل التي اللي هو هاي النقطة 2، الهواء فات هنا صار بي لوسز، يعني من عبر منا لهنا الهواء اكو لوسز صار. فهذا البرانش الثاني صار بي لوسز مال من؟ مال الهواء العابر من هاي المنطقة. وش اخذها؟ اخذها عند اليا دايمتر الدايمتر ال 25 والدايمتر ال 30، يعني منا لهنا ماكو لصص بال 30 نتيجة التي، من هالمنطقة لهالمنطقة ماكو لصص نتيجة التي، انما اكو لصص نتيجة التي بالمنطقة هي ال 25، فاخذ الدايمتر 25. زين زائد ال L3 اللي هو هذا ال 3 ويا من؟ ويا اللوسز مال تمام من؟ مال البرانش مال الواي، يعني فات ببرانش هو، فالبرانش مال الواي لوسز زائد اللوسز مال ال 45 اكس زائد اللوسز مال ال 90 زائد اللوسز بالبوتس بالاخيره مال الهواء طالع. فاقول هاي هي اللوسز كلها اجمعها هنا، الطول مالته زائد اللوسز واي ال 45 وال 90 اكس، يعني هذا اكس 45 هذا اكس 90 هاي البوتس. اجي اعوض عن قيمهن، مجرد تعويض عن الاطوال وعن الايكوفالنت لينك. هذا طبعا ال مو اي، هذا ال انا غلطان منه. يطلع عندي المجموع الكلي هو 49.7 متر. زين طبعا هذا اذا اجي اخذه ال 49.7 متر اقسمه، هذا اذا اخذ 25 اللي هنا اللي هي 20 اللوسز اللي معطيني اياها، اللوسز اللي معطيني اياها اللي هي 20 بالسؤال 30 بالسؤال، اطرح منها 5 اللي هي اللوسز مال باسكال هنا دا يصير بالهواء الخارج برا، بقى عندي 25 بالمين دكت كبرشر لوس او كافيلبل. اجي اقسم هذا عليه راح يطلع عندي ايضا 0.5 متر. جربوها انتم قسموا يطلع عندي ايضا 0.5 متر، هذا هو اللوسز مالتي، يعني اللوسز مالتي انا فاضل صحيح انطبق ويا اللي ممكن احسبه من خلال الايكوفالنت، يعني ما بين محسبته هنا 0.5 طلعته بالحل، يعني الدايمترات مالتي هي 30 و25 و20 هي كلها منطقيه لان تعطيني نفس البرشر لوس بحساب الايكوفالنت. زين اجي اجي احسب انا هسه الدلتا بي نوت كل برانش هي نفسي حتى اساويهم، فالبرانش الاول هو 1 2 3 7 اجي اجمع هذني الرقمين اللي هي 6 زائد 9.1 اضربها 0.55 يطلع لي 7.55، وكذلك هاي المنطقه الثانيه اللي هي 4.6 زائد 2.4 اضرب ايضا 0.55 يطلع لي هذا الرقم، وهاي المجموع القوس الاخير ايضا اضربه 0.55 يطلع لي 10.8، مجموعهم كلهم هو 22.9، يعني البريشر هنا من هالنقطة إلى هالنقطة هو 22.9. أجي نفس الشيء على البرانش الثاني اللي هو 1 2 4، هذا البرانش الثاني اللي هو 1 2 4 يعني هذا المسار.
اه طبعا انا ما حاللكم هناك نفس الحساب، بس الفرق راح يصير الواي مال الثرو مو مال البرانش. واضيف هذين العكوس هنا ثنين، واضيف هاي البوتس هنا ايضا موجوده، فيطلع عندي قيم جديده اللي هي هاي 7.55. هو نفس المنطقه هاي، شوفها طلعت نفس القيمه، يعني منا الى هنا هي نفسها 7.55، وهاي هي ايضا نفسها هي 4.55، لكن هاي المنطقه اختلفت صارت 22.9 اللي هي ما بين منا الى هنا. طبعا لازم احسب اللي قلت لك اللوسز هنا، وهذا ال equivalent هنا وال equivalent هنا وال equivalent هنا ايضا احسبه، واجمعهم كلهم واضربهم 0.5 نفس الشيء سويته فوق، فيطلع لاني هذا عندي 22.9 ويطلع الكل هو 35.0. شوف طلع ان هذا اكبر البريشر رغم انه هذا الدكت هو اطول، والمجموع والطريقه الاخرى البرانش هذا اللي هو ايضا 7 هذا منا لهنا هو نفس القيمه، منا لهنا هو نفسها، لكن هذا البرانش له قيمه جديده اللي هي تي خلال البرانش لوسز خلال البرانش والعكس اللي هو 90 درجه هنا. فيا جماعه الحين ايضا احنا يطلع عندي اللوسز كل اللي هو 20.1 هذا بالقيم بالباسكال. المفروض اني بالايكول فريكشن بالبالانس ميثود هذني اللوسز كل برانش يكون نفس المقدار، نفس المقدار حتى يكون عندي بالانس. يعني هسه احتاج بما انه عندي طلع هذا اقل راح احتاج اخلي دامبر بهذا البرانش ودامبر بهذا البرانش. هنا اخلي دامبر بوابه حتى تزيد لي الريزستنس بحيث البرشر يزيد عندي، وهنا ايضا نخلي بوابه حتى زيد لي الريزستنس والبرشر يزيد عندي، يصير مساوي للبرشر هنا اللي هو 35. يعني هذا ما اقدر اقلله، هذا انا محكوم به، هذا هو الرئيسي مات، هو اعلى برشر حصلت انا فما اقدر اقلله، فراح اضطر ارفع البرشرز الاخرى له. فيا اما اغير السايز، شلون اغير السايز مال الدكت؟ يعني انا اغير الدلتا بي، الدلتا بي حغيرها، اختار دلتا بي من جديده. بس شلون اختارها؟ اليه الاختيار هسه نشوف ان شاء الله، احط لكم مثال عليها بالمحاضره الجايه. خلينا نوقف هنا لحد هذا الموضوع، يعني لحد هذا المثال، والمحاضره الجايه ان شاء الله ناخذ تفاصيل الطريقه الثانيه وناخذ امثله اخرى. قبل ما ناخذ الحضور، اكو عندكم احد عنده سؤال؟ أحد ما فهم الشرح؟ أحد ما فهم المثال؟ أحد ما فهم شلون نستخدم هاي التابلز والشارتس؟ شباب صوتي ده سمعوه؟ واضح دكتور عشتينا. خلنا ناخذ الحضور بعد. إن شاء الله الأسبوع الجاي نحل أمثلة. تطبيقات مختلفة على هذا الموضوع باستخدام ذني الطريقتين طبعا فقط. والاسبوع اللي بعده ناخذ السلكشن مال الفان، ويجوز نسوي ايضا بعض التمارين، احتمال ناخذ امتحان نسوي بعد الفان او قبل الفان ما ادري، خلينا نشوف شلون، كمان نسوي امتحان اخر.